السلام عليكم. الآن من داخل مستشفى الزهراء في محافظة واسط، واللي صار بأمر من خلية الأزمة مكان للحجر الصحي. هذا المستشفى اليوم جاي يمر بكارثة، كارثة حقيقية. المستشفى بحسابه المصرفي 2,600,000، هذين موجودات، بس المشكلة اللي جاي يعاني من المستشفى انه ما عنده يصرف للمصابين الراقدين بالمستشفى، ولا حتى للكوادر اللي بيه. فهنا المنسقية جزاهم الله خير جابوا تبرعات ماي وفواكه وخضروات، وحتى عصائر جايبين هنا للمستشفى وللكادر وللمصابين. هنا المصيبة يا رئيس خلية الأزمة، انت شنو دورك؟ شنو شغلك؟ جاي يصرفون للعالم، انت مو جاي يصدوا لكم ميزانية كاملة؟ وين جاي تروح هاي الميزانية؟ من اللي جاي يصرفها؟ من اللي جاي يلعب بيها؟ شنو شغلكم؟ شنو دوركم؟ وين مسؤوليتكم؟ تجمع النساء واصل هم كذلك، وباقي الناس الشرفاء الخيرين هم جاي يتبرعون جزاهم الله خير. وهنا الأخوة ما مقصرين، الله يبارك بيهم. اللي عنده كلمة أخوان على هاي المهزلة، ما التقصير، المهزلة اللي جاي يتبرع بيها. هاي مشكلة، هاي كارثة والله العظيم كارثة. اليوم هاي اللي مستشفى ما بيها ماي، والناس هاي الخيرة تتبرع، بس احنا اللي اهل الكوت الخيرين اللي عندهم امكانيه يتبرعون هاي الوقت. جزاهم الله خير، بس انت المحافظ، انت شنو شغلك؟ شنو انت بس خابصنا بالفيسبوك منشوراتك وفعالياتك، اخرهم فاتح لك جسر هو من 2011 هذا كامل اتصور، زين فاتحه ومسوي لك تجمع، قديش كبرك؟ انت مو جاي تقولون ودعوا احبتكم والفيروس راح ياكلكم وراح البعبع هذا راح ينهشكم نهش؟ شايف تتقشمر العالم؟ تعال شوف المستشفى، انت مو رئيس خلية ازمه ولا؟ شوف هذا منو جاي يجيبه؟ الملايين مال المحافظه وين؟ الواردات مال المنفذ مالكم، شنو دوركم؟ الفلوس وين جاي تروح؟ المليارات وين جاي تروح؟ انت حكومه لو زعاطيط. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نحاول نناقش به هموم الناس، هذا البرنامج اللي نحاول نناقش به القضايا اللي تهم الشارع وتهم المجتمع العراقي، ونحاول نوصل للناس الحقيقة، ونتمنى أنه نلقي الحلول إلى كل مشاكل الشعب العراقي عن طريق برنامج صوتكم والبرامج الأخرى. لكن مثل ما شفتوا بالفيديو اللي طلع بعد التتر، أنه تساؤلات عن مليارات العراق وين راحت، ومواطنين بسطاء قاعدين يتبرعون للمرضى ويتبرعون للمستشفيات بالأكل والشرب والمي، لعد الحكومة وين؟ فإحنا ما راح نحكي بس عن المرضى وعن كورونا وعن الفساد وعن هاي القضايا، اللي يريد يحكي بهاي القضايا أهلا وسهلا، اللي يريد يحكي بالنازحين البارحة أكو وسم اسمه رجعوهم أيضا مرحب بي بالبرنامج، إضافة إلى شغل العراق وجرح العراق النازف وهو قضية المعتقلين. أي شخص يحب يتصل بالبرنامج، أرقام البرنامج دا تشوفوها أسفل الشاشة حالياً، عندنا رقم آخر مخصص إلى داخل العراق تقدرون تتصلون به، بالإضافة إلى هاي الأرقام الثلاثة والرقم إلى داخل العراق الرابع، عندنا رقم خامس وهو مخصص لبرنامج الواتساب. الرقم المخصص لبرنامج الواتساب أعتذر شديد الاعتذار من السادة المشاهدين، ما أقدر أستقبل عليه أي اتصال ولا أقدر أخذ عليها رسالة صوتية. أتمنى أنه تكتبوا لنا رسالة وتكون متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم للسادة المشاهدين، وأحاول أقرأ جميع الرسائل اللي توصل إلى برنامج الواتساب. اليوم العراق بهواية مشاكل، مو بس المعتقلين، مو بس النازحين، مو بس المرضى، مو بس الفساد، مو بس الزراعة، مو بس الصناعة، تقريبا جميع يعني مناحي الحياة بالعراق اليوم بها مشاكل، من أبسط شيء إلى أكبر شيء كلها بها مشاكل. السبب هم ذولا اللي موجودين دا يحكمون وسياساتهم الخاطئة من 2003 إلى اليوم. أنتوا كشعب شو تتوقعون راح يصير وشو رأيكم باللي دا يصير؟ أم مريم من الفلوجة أول متصلة ويانا بحلقة اليوم، حياك الله. أستاذ السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أمي. هلا بيك يوم. احنا نشكر هاي القناه مالكم، يعني اذا توصل الاصوات. نحن عندنا معتقلين وخابرونا من السجناء، يعني من المطار يقولون يعني المرض حتى علاج ما ينطوهم. نعم. حتى علاج ما ينطوهم، يشيلون ويدبون بهم، يعني شنو؟ يعني احنا محرومين منهم واهاليهم.
وهم محرومين، يعني نسائهم محرومه واطفالهم محرومه. يعني احنا نطالب من قناتكم المؤقته انه يعني يطالبونا بالعفو العام، نريد العفو العام. نعم. يعني يقبلها الحلبوسي، يقبلها برهان صالح علي، الله اكبر. يعني شنو دجاجه يذبون بيهم؟ يعني احنا راح نطلع مظاهرات، كل الانبار كلها راح تطلع مظاهرات عليهم. مو بس نعم. الشيعه تطلع، كل المحافظات راح تطلع عليهم. يكون عفو عام، سووا ايده بالدماء ما صارت، كله مقبل سر ياخذونه منه ويقولون هذا ارهابي. نعم. اي استاذ نشكركم يعني على هاي القناه الحلوه، يعني نشوفها يقول بارك الله فيكم والله يمسكم. واحنا نريكم من هاي القناه بالبحر الامراض بالسجناء، يعني كل قاعه يعني فيها 75 واحد مصاب، يعني غير يوقفون واحد عن واحد. لو كلها بيها كلها سدي، حتى الماضي صار بي، يعني عندك سجن الرصافة. نعم. كله يعني، وحتى علاج ما يسوهم. نعم. اي وهاي الناصرية، هاي يعني يطلعوا السجناء شوفوا شنو حال هاي السجناء، يعني حال اهاليهم. يعني هسه احنا نازحين، نقول ما يخالف نازحين، يعني لا بيوت عندنا لا نقعد بيها، لا اطعام بعيونهم، يعني غير يسوون على العالم هاي. يعني حكومة الحد موسي بس ربع وبس، ولا خبة ربع وبس، يعني غير يحكون عن المواطنين ينظرون عليهم. نعم. جزاكم الله خير استاذ، ونشكركم على القناة الحلوة هاي. لا شكر على واجب، وشكرا جزيلا لك ام مريم. من الجزائر يحيى، حياك الله يا يحيى. الو مساء الخير. مساء الانوار حبيبي يحيى. انك على صقر، اسم على مسمى، انك صقر بمعنى الكلمه. مشكور. اقسم بالله نحب نهضر معكم في القناه، ولكن عندما ارى المناظر، عندما نعم. ارى المناظر القاسيه القلوب، فيعني نضطر لما نتكلمش معك. نعم. العراق يحصر على العراق، بلاد الرافدين، ما دام الميليشيات، ما دام الميليشيات يعني حاكمه زمام الامور في العراق، يعني الله يجعلك في اخطاء العراق، ما يشوفش روحه، يبقى دائما هكذا. نعم. أسلم عليك وأشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أخي يحيى. اللي يعني كان الصوت مو واضح إلى السادة المشاهدين، أخي يحيى يعني يأسف على حال العراق اللي دا يصير به حاليا، ويقول العراق ما يعني ما يرجع إلى أهله وما يرجع إلى وضع طبيعي طول ما الميليشيات تحكمه. شكرا إلى هذا الكلام الجميل من بلد المليون شهيد. لكن يا سيدي العزيز، أصبح العراق في القرن العشرين بلد ملايين الشهداء وملايين الأرامل وملايين الأيتام، بل بلد 40 مليون مظلوم. اليوم الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه مظلوم، مظلوم نتيجة تسلط أناس يقولون أنهم عراقيون لكنهم ليسوا بعراقيون. عندهم جواز عراقي، بس بالمقابل كل واحد بيهم عنده جواز يتبع دولة ثانية، وساعتها يتحامى بجواز الأجنبي على بلد العراق، يسرق أموال العراق ويظلم الناس ويقتل ويذبح ويصلخ، ولما يشوف الحديدة حمت عليه يروح السفارة اللي هو يحمل جوازها ويهرب عن طريق ذيك السفارة، وما حد يقدر يحكي وياه. ليش؟ لأنه ساعتها يعرف أنه ذيك الدولة بها قانون، بس هو ما وفر قانون لحماية الناس بالعراق. أم محمد من الموصل، حياك الله. أم محمد. ألو. تفضل اليوم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك أبوي؟ هلا بيك يمه. الله يرضى عليك ويرضى عنك يا رب، تفضلي. أنا من المواصل، عندي ولاد اثنين مفقودين، ما أعرف عنهم كل شيء. ولاد اثنين مفقودين، زين وين انفقدوا؟ بل التحرير. هذا التاريخ، أنا أقصد وين يعني، بأي مكان، بالأيمن، بالأيسر؟ بالمواصل، بالأيمن، بل 2017. نعم. نعم. أم محمد، إذا تقدرين تنصي لي التلفزيون وتسمعي لي من التليفون حتى نتواصل بشكل أسرع وأفضل، و
ولدك يعني قلتي لهم فقدوا بعد التحرير، زين سالتي عنهم دورتي وراهم، ايش قالوا لك؟ الصليب الاحمر، الصليب الاحمر. طيب ما عثر عليهم ابد، وارقامهم عندي، وعندهم خمس جهال، وظلوا بلا جناسي بلا. طيب امي امي بس سؤال، انت سالتي بس الصليب الاحمر؟ ايوه، طلعت على الناصريه، بغداد، ملعب الشعبان، كلها دقيت، حاسبه ما لقيت. زين، شرطه الموصل، قوات التدخل السريع، الميليشيات، الجيش، ما سالتي من هناك؟ الموصل رحت علي على الفيصليه وعلت الكيف، ما ينطون اجواب. شو يقولوا لك؟ يقول ماكو حاسبه وهاي مشكلتكم. ماكو حاسبه وهاي مشكلتكم. طيب. وراحوا عن طريق مخبر السري، ولقيت واحد بالناصري، هم ولادي ثلاثه. نعم. لقيت واحد بالناصرية، حتى يعني هو معوق، قلت الله يعني من صار على الدنيا هو معوق ايد وحده. ومن التعذيب ومن هذه معترف على نفسه رايح 20 يوم، وحكمه 15. نعم. واستعضلت عوائلهم، لا جناسي ولا وجبات، والمختار تروح علي يابا تطلع جناسي لعائلتهم، يقول الا تكتبين على الفايل داعشي، واختم لك الفايل مال الجناسي. نعم. اي، وهي دمرتنا المخاتير والمصادر. طيب طيب، وصل وصل صوتك. والله هو اللي يعين، الله هو اللي يعين. الله 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 المستعان. شكرا شكرا جزيلا لك ام محمد، وصل صوتك. يعني ام محمد، يعني حسب ما افتهمنا انه هي واحد لاقيته تقول معوق وموجود حاليا في سجن الناصريه، وعندها اثنين تدور وراهم. يعني هي ام محمد مو عندها معتقل واحد، عندها ثلاث معتقلين. لكن اللي جذب انتباهي انه لما تروح تسال بالجهات الامنيه يقول لها ماكو حاسبه، هاي مشكلتك. زين مشكلتها شلون؟ يعني مثلا عندها المفتاح مال السجون، تروح تفتح السجون وتدور بنفسها؟ لو عندها القرص مال المعتقلين وتقعد تدور ورا؟ زين انتم شنو دوركم موجودين هنا اذا هي مشكله الناس؟ قانونيا بالنسبه الى هذه القضيه، البرلمان او اي جهه قانونيه او هيئه النزاهه او الحكومه، تنظرون الى هاي القضيه قانونيه انه مواطن يروح يسال على واحد مفقود يقول له هاي مشكلتك؟ ما اعرف، يعني تنظرون الى هاي القضيه انه هي قضيه صحيحه؟ مو من المفترض انه انتم جايين هنا حتى تساعدون الناس وتمشون امورهم؟ من المفترض هيك كحكومة أنه أنتوا تمشون أمور الناس، توفروا لهم رواتب، وتوفروا لهم أكل، وتوفروا لهم شرب، وتوفروا لهم كهرباء، وتوفروا لهم مي، وتوفروا لهم حياة كريمة ونهر نظيف وهواء نظيف، ومفروض أنتوا هذا الشيء، بس أنتوا كل هذا ما موفري. سؤال على شخص همينة ما توفروا؟ لا، عشان توفروا لهم ميليشيات وقتلوا قنابل وقنابل دخانية عسكرية طب الراس. سعد من السعودية، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة والإكرام. بارك الله فيك أخونا المقدم، وبارك الله في القناة المباركة، وبارك الله في الشعب العراقي، وإن شاء الله أن الله على نصرهم لقدير. وأنا أقول كلمة لجامعة الذيول العربية، أنه وينكم عن هالعبادة الجماعية لأهل العراق وأهله؟ يعني أنتوا بوجود سفاراتكم، بوجود هذه الأشياء، أنتوا تسرعون لهذه العصابة أنها تفسد. لكن إن شاء الله انه اللعنة عليكم ان شاء الله، وان الشعب هذا العراقي حينتصر عليكم كلكم ان شاء الله بترعنتكم لهذه العصابه، والله العظيم ما يستقر ان شاء الله لكم والشعوب شعوبكم، حتى ان شاء الله حتلعنكم وحتشيلكم من اماكنكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا 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 جزيلا لك. محمد من الموصل، حياك الله. السلام عليكم اخوي. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك اخوي العزيز؟ هلا بيك اخوي، تفضل. أنا من محطة نينوى. والنعم منك ومن أهالي نينوى. أخوي إحنا نطالب شغلة المعتقلين، يعني حيل يعني تأثر، اللي مفقود، واللي واحد من سجن أخوه اللي ولد عمه، يعني حيل يعني. بس سجون يعني حيل، عندنا بالفيصلية. نطالب بالشحد يفرج عنهم، نطالب بالعفو العام، يعني تدمرنا حيل يعني. نعم، فضل كمل كمل محمد.
تسمع انا اقول لك عن كلمه سالينا تاثروا حيل اكثرها مظالم ماكو اقول لك. نعم وصلت رسالتك وشكرا جزيلا لك محمد لتواصلك مع برنامج صوتكم. يعني اغلب المتصلين هم شغلهم الشاغل هذا اذا لاحظتوا، لكن اثناء البرنامج طلع الصوره اتمنى من المخرج انه يطلعها لنا اللي هي نازحين وطين وسياج واطفال يعني بملابس يعني الله يعين الناس شلون عايشه. يعني اريد اسال اذا الحكومه تشوف هاي الصوره وتشوف صورة النازحين شلون عايشين، شو تقول؟ يعني العراق بالقرن 21 هذا حالة؟ هاي الصورة اللي تشوفوها الأطفال والخيم والتراب اللي طالع يعني أطفال بعمر الزهور، المفروض هذا الطفل أو ذولا مجموعة الأطفال اللي طالعة هسه، المفروض هذا قاعد بمدرسة وفرحان وهم ابوه او امه شلون يجيبوا له لعبه، بس انتم مثل ما تشوفوه حصره عليه الحياه الطبيعيه، حصره عليه انه يعيش بمكان طبيعي. يعني هذا الخيم الحكومه العراقيه ان كان مصطفى الكاظمي ولا عادل عبد المهدي ولا وزرائهم اثنيناتهم واللي قبلهم همينه ولا البرلمانيين، تقبلون تعيشون بهاي العيشه؟ محمد الحلبوسي يقبل يروح يعيش هنا؟ مصطفى الكاظمي يقبل يروح يقعد هنا؟ لو يريد يعيش بقصر وراتبه ما ينقطع منه بس يقطع من ولد الخايبه، هذا حال العراق بالقرن 21؟ هذا الديمقراطيه اللي وعد بها بوش؟ هذا التحرير اللي اجى يحرره بوش؟ بوش اجى قال انا راح احرر العراق، بس حررنا من البيوت وحررنا من مناطقنا وحررنا من أهاليتنا وقعدنا بمخيمات وخلانا فقرة وخلى الناس تموت من الجوع وخلى القتل على الهوية. هذا التحرير مال جورج بوش وهاي الديمقراطية مالته، والمشكلة اللي ساعدوه هم ذولا اللي دي يحكمون هسه. سعد من الكويت حياك الله. حياك الله ودوم يا أستاذنا يا محترم. أولا نتمنى عودة النازحين بأسرع وقت ممكن، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، نقولها للبرلمان والحكومة. وكذلك يا أستاذي إحنا نتعاطف مع الأزمة والمأساة يا أستاذي، لأننا عندنا غيرة إنسانية وغيرة إسلامية يا أستاذي. كذلك نتمنى صرف معونات للعاطلين عن العمل ولو بنصف معاش ولو بنصف راتب يعني. وكذلك يا أستاذ الكشف عن مصير المختطفين والمقيبون وأين مصيرهم، والكشف عن مصيرهم من ناحية البرلمان وكذلك المرجعية والحكومة. وكذلك يا أستاذ إحنا أيضا عندنا مشكلات وهموم وآلام، يعني حتى شوارعنا احنا متهالكة بالكويت كذلك. ولكن يا أستاذي أيضا احنا نتمنى أن يشفي المرضى خصوصا المختطفين وكذلك المقيدون والمعتقلين، والتوفير لهم علاج وأدوات صحية وأدوات طبية تعالجهم يا أستاذي. تحياتي لك للبرنامج. حياك الله حياك الله. من بغداد داود، حياك الله يا داود. الو الو ايش معك حبيب قلبي؟ تفضل انت على الهواء. على الهواء؟ اي نعم. استاذنا العزيز حجي ابني مسجون صار له من 2014. ابنك مسجون من 2014؟ نعم. اي والمخبر السري اعرفه صالح حسن حمود الحمام الجبوري، هذا المخبر السري. زين وين مسجون؟ مسجون بالناصرية. بالناصرية بسجن الحوت يعني؟ طيب. إيه سجن الحوت. إيش قصار له؟ ورجلت من عندهم يجون صار له من 2014. ها العفو أنت قلت لي من 2014 يعني 6 سنوات، إيش قد عمره هو الله يحفيه؟ مواليد 90. إيه. والحكم ماله كيدي دافعين عليه فلوس، فوق 10 ايام محكمين حكم.
نعم. ايوه هذا هسه محكوم، يعني قلت لي محكوم اعدام هسه؟ اي محكوم، اول مره ما ردت انه بحكم اعدام. زين شنو قضيته؟ قضيته ماكو، شالوه من البيت، كان البيت عمه شالوه بالليل ومشوا، هاي كل شيء سوى اربع رحاب. نعم. ايوه هذا المخبر السري نايف علي يجي يفصل، ولا هو العشيره هذه يقول لك على ستي روح سوي روح سوي، انا ما يجي. اها. مره اي هو يا جماعه هم منا ومنا اعرفهم بالشكل وبالهذي. نعم. اي هذا اللي اريده توصلون صوتي داوود غلط. نعم. اشكركم. اي والله. طيب يعني طيب هو ليش تميز الحكم مات من مؤبد الى اعدام؟ يعني شنو السبب اللي زادوا الحكم عليه؟ زادوا الحكم عليه هم سووا فرش ردنا ماضيبه عليه دفع عليه فلوس. اها يعني هم عمليه ابتزاز لانه ما دفعتوا لهم فلوس زادوا الحكم على ابنك من مؤبد الى اعدام. اي رحم الله والديك. اي والله وهذا صار 6 أشهر انا ما شايفينه نعم. اي والله وهذا هذا المخبر السري، والمخبر السري هم منا وبيه مثل ما تقول سني، مو تقول لا شيعي ولا تقول غيره ولا تقول اي شيء اسمه هذا. نعم 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 وصلت الفكره وشكرا جزيلا لك اخ داوود. من الموصل عندنا ام محمد، حياك الله. هلا يا ابو هلا، السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بيك يمه. الله يعافيك ابوي الله يسلمك، والله ابني بريء كل شيء ما عنده الله يشهد. نعم. وهاي صار لي 3 سنين من هذا المخبر السري حياك الله ينتقم من كل ظالم. وما هو بنتي اصلية ولحد الان ما اعرف كل شيء عنه. يعني ما تعرفين بيه باي سجن، ما تعرفين بيه باي مكان. بس يقولون بنتي اصلية بس ما شفناه. وين؟ ما نشوفه. بنتي اصلية. اها. بنتي اصلية بالموطن. اي نعم. اي والله اريد يعني بلكي مثل زين مواجهة. زين انت من عرفتي بمكانه ما واجه يعني ما رحتي مواجهه شفتي ابنك شفتي القضيه مالته؟ ما مواجهه ونوضع وما طلع اسمهم يكونون ما يعني بعرف انت كثيرين العدد وما جاء كرانه. طيب هو يعني تهمته ما عرفتيها من اعتقله؟ والله العظيم كل شيء ما عنده هو، الله يشهد علي. نعم نعم صادقه امي، لكن ما عرفتي هم بشنو تاهمينه؟ تاهمين كانت ابنهم. اها تاهمين بعمليه قتل. أي نعم اي والله تاهمينه انه كانت ابنهم وهو بريء مثل ما دم يوسف بريء زين من دم يوسف والله هو يجي. وحتى لا راحوا يعني لا سووا عليه مسح ميداني قبل هيك حكموه. زين امي انت بتقولين يعني تهميب قتل ابنهم يعني اكو محكمه اكو تحقيق ما اطلعتي على ذن الامور، المحامي اللي وكلتي لابنك ما بلغت شيء. هو المحامي بان يعني هم قالوا له محامي بس قال لي ما يعني مسوينه حاكمينه مؤبد. اها نعم. وعلى هيك على زبد بطنه يعني لا هو لا بيها ولا عليها. الله يشهد الله يشهد الله يشهد رجعت هو الغايب الماحل فيه كذب. نعم اي والله. نعم وصلت رسالتك ام محمد وشكرا جزيلا لك لانضمامك الى برنامج صوتكم. من دياله عندي حميد، حياك الله يا اخ حميد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اخي بلاد احنا سكنت دياله محافظه دياله قضاء بلد روز ناحيه مندلي. قضاء بلد روز ناحيه مندلي، حياك الله اخوي. احنا عشيره الحامد. والنعم منك ومن اهالي عشيره الحامد كلهم. رحم الله والديك ونعم الله والديك الرحمه. تفضل. قبل 3 سنين جتنا سيارات دبل قمارات 2 نيسانات بدون ارقام. نعم. اعتقلوا الشيخ مالنا بس ما نعرفهم، حشيد تابعين على الدوله، سيارات مشهوره في الهويه. نعم. اعتقلوا الشيخ مالنا خليل ابراهيم طاهان شيخ عشيرة الحامد. نعم.
ويا 13 واحد من اقربائه من اخوته من ولاد عمامه. نعم. وهاي 3 سنوات ما نعرفهم، ما خلينا سجين، ما خلينا بغداد، محافظات كلها طرقنا الابواب وما حد يقول عنه. نعم. وحالهم هسه يعني مفقودين وما نعرفهم هسه وين. طيب القوات الامنيه بالمحافظه او بالناحيه عندكم ايش قالت لكم؟ ما خلينا لا قائد شرطه لا محافظ لا السجن بالمحافظه، ما ياهل تروح عليه تقول له يقول احنا ما عندنا علم بهاي القوه. قول لهم يعني بس انا بس اخ حميد سؤال، انت من تروح مثلا على القوات الامنيه بناحيه مندلي او الجهه الامنيه المسؤوله عن حمايه مندلي او بلدروز او تصعد الى بعقوبه او تصعد الى محافظه دياله وتروح الى المحافظ ويقول لك انا ما لي علاقه وما اعرف هاي القوى الامنيه منين جتي، زين منين جتي؟ من السماء؟ والله يا استاذ اللي جاي نروح لهم يقول احنا ما عندنا اي امر يعني بهاي القوه، وما وعلما بان هاي القوه اللي شالت الشيخ وشالت اقرباء ال 13 واحد وياهم فاتوا من سيطره، يعني فاتوا من سيطره والسيطره بها قوات امنيه. يعني وعلما احنا يعني اثناء اللي اذا نطلع ونفوت من هاي السيطره يعني يفتشون السياره يقلبونها قلب. علما ليش؟ لان هاي السياره اللي شالت الشيخ وياها 13 واحد ليش ما وقفوها؟ ليش ما سالوا منين جاي وين رايح؟ ما حد يعني. نعم. واشكر قناتكم وحسبي الله ونعم الوكيل. نعم نعم، شكرا شكرا جزيلا لك اخ حميد. ابو فيصل من السعوديه حياك الله يا ابو فيصل. ابقاك الله، مساء الخير استاذ اثر، كيف حالك؟ هلا بيك، تحيه لجنابك وتحيه الكادر والقناه وكادرها الطيب، تحيه حياك الله اخوي المشاهدين. الله يسلمك استاذ اثر. انا استغرب من بعض الشعب يقول لك يناشدون احيانا مع احترام للشعب العراقي وثوره التشريع يناشدون الكاظم وكان الكاظم عنده حل ورب. الكاظم هو ما هو الا واحد من السراق الحراميه، وبانت حقيقه هذا الرجل المجرم باعاده حصر السلاح بيد الدوله وانتخابات مبكره وكله كلام فاضي ليس بقد هذه المسؤوليه. فعلى الشعب العراقي فهذول امام مجموعه من السراق والحراميه وما هي الا مماطله وتسويف لمطالب الشعب، ولولا ان شاء الله ان الثورة نتحرر الشعب العراقي 33/6 إن شاء الله يقضون على هذه العصابة. وتحية لك. شكرا 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 جزيلا لك أخي العزيز. طبعا يعني المشكلة أيضا أنه في قضية المعتقلين أنه أغلب المتصلين دا يقولون ولدنا وقعوا على اعترافات نتيجة التعذيب، مو بس هاي يعني أهالي المعتقلين في سجن الكرخ المركزي بمطار بغداد أطلقوا مناشدة لإنقاذ أبنائهم المعتقلين من تفشي فيروس كورونا، وأغلبهم يقولون أنه المعتقلين وقعوا على أوراق نتيجة التعذيب الذي مورس عليهم من قبل القوات الأمنية في تلك السجون. فالقضية هنا أنه أنت من تلزم واحد حتى لو كان مجرم، حتى لو كان مجرم تعذبه ليش؟ الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لما كان يأسر الكفار اللي اتهموا بالكذب واتهموا بهواية اتهامات ورادوا يقتلوه ما عذبهم، كان رحيم معهم ووصانا أنه ما نأذي أحد ونكون رحيمين مع أسرانا، أسرى الحرب مو ولد بلدك. عندي اتصال. أم محمد من محافظة ديالى حياك الله. السلام عليكم. هلا بيك يمه. استاذ عيني، يعني نشكي من كل شيء بالعراق احنا. احنا ما عندنا مستقبل ولا اولادنا مرتاحين ولا عندهم فرص عمل. يعني على شنو يعني نبدي؟ بيش نبدي؟ تأملنا حكومة الكاظمي يعني والاحزاب مسيطرة عليها، يعني احنا بيش نتأمل بعد؟ نعم. يعني والله تعبنا المتظاهرين، يعني احنا اهل ديالى ويا المتظاهرين وما يمثلنا لا الحلبوسي ولا سنة كلهم بالحكومة. نعم. يعني احنا ما طلعنا لان الاحزاب مسيطره على وضع دياله، نريد نوصل رساله للمتظاهرين بان احنا سنا بالبرلمان ابد ما يمثلون اهل دياله. نعم.
واذا صارت انتخابات ورشحوا النوب كل احنا اهل دياله ما ننتخبهم. اذا ما تتغير هاي الطبقه اللي هسه قاعده بالبرلمان ما نشارك بالانتخابات. نعم. يعني تعبنا والله يا استاذ، ما عندنا لا مستقبل لا ولدنا عاطلين عن العمل. يعني شو وقت تستقر وضعيتنا؟ نريد نفهم شو وقت. يعني ترى يوميا جاي نشوف صور بالتلفزيون والله مقطع قلوبنا عليهم. هذول ولدنا كلهم ولدنا وشبابنا وعزيزين علينا، يعني شو نسوي والله ما ادري. نعم. يعني حسبي الله ونعم الوكيل على كل الطبقه اللي قاعده بالبرلمان سنة وشيعه. وان شاء الله مسلمينهم بيد الله، ان شاء الله ينتقم من عندهم بالدنيا قبل الاخره. نعم نعم. مشكور عيني. شكرا شكرا لك ام محمد. مشاهدينا الكرام صوتكم متواصل وياكم، لا تروحون ولا تقلبون القناه، فاصل قصير وراجع لكم. السلام عليكم. من أمام بوابة الخضراء يوم 13/6 ثوار التحرير يساندون أخوتهم المحاضرين من أمام وزارة التخطيط ويقولون الثوار التحرير صوت الشعب. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم هذا البرنامج اللي نوجد حتى نسمع هموم الناس ونسمع آراء الناس. حياكم الله. عندي من السماوة محمد، حياك الله يا محمد. السلام عليكم أخي. عليكم السلام والرحمة والكرام أخوي العزيز. تحية لك أخي وتحية للرافدين. حياك وبياك أخي العزيز. وطنا يكاد يشطب من خارطة الأوطان والحياة. نعم. ونحن نعلم جميعا عندما تندفع الشعوب فلا أحد يستطيع إيقافها. نعم. وهذه هي حتمية التاريخ التي تؤكد للطغاة على مدى الأعوام إنهم يستطيعون أن يبنوا لأنفسهم عرشا من الرماح لكنهم لن يتمكنوا من الجلوس عليه. إلا أن التاريخ المعاصر أرانا كراسي اهتزت وكرسي عادل عبد المهدي واحد من أشهر الكراسي الذي انهار وتفكك وتلاشى بين ليلة وضحاها وتبين لنا إنه أوغى من بيت العنكبوت. وفي كل الأحوال ستظل ثورة تشرين ماثلة في الذاكرة وليست نسية منسية. وشكرا لك يا أخي. شكرا 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 لك أخي العزيز. اليوم مشاهدينا الكرام، منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية وزعت منح مالية على عائلات المغيبين والمفقودين في ناحية الصقلاوية تحديدا بمنطقة البعكاش. شمل توزيع المنح 250 عائلة من اللي غيبوا وعلى يد الميليشيات قبل 4 سنوات أثناء العمليات العسكرية التي جرت بالمنطقة، واللي إلى حد اللحظة هاي ما حد يعرف مصيرهم. هذول الناس اللي
أصبحوا مجرمين في نظر من يسمي نفسه أني سياسي وأني حكومة. هذول الناس اللي أصبحوا منسيين وموجودين بالمخيمات وموجودين في مناطق النزوح. هذول الناس اللي انهزم الجيش عنهم بليلة وضحاها وجدت منظمة إرهابية سيطرت على مناطقهم بليلة وضحاها وإجت جيش ديحررهم على أساس بليلة وضحاها ودمر مناطقهم وانقتلوا ولدهم وغيب ولدهم واعتقلوا ولدهم وأصبحوا هم المذنبين في سقوط تلك المدن. ليش؟ ما حد يدري. من ديالة أبو مصطفى حياك الله. أبو مصطفى؟ هلا وياك عيون الساعة. هلا بيك أخوي تفضل. أستاذ عندي معتقل من 2008. من 2008؟ أي والله. نعم. انحكم 20 سنة. وصار له 12 سنة. طيب. أي والله. أستاذ أقسم بالله من خذوا أنا موقوف ويا خذون ويا. نعم. استاذ اقسم بالله التعذيب اللي عذبوا الهم وعذبوا البشر. طيب اعترف زين اعترف ودزوا على اهل المجني وهو معترف شكل واهل المجني يحسون شكل. شلون يردون ياخذون اعتراف اهل المجني ويبصمونه عليه ويقدمونه للمحكمة والضابط حاط المسدس براسه؟ وين اكو القانون هذا بيا عدالة هذه؟ طيب ابو مصطفى يعني سؤال ابو ايش قد صار له من الحكم 20 سنة؟ صار له 12 سنة من 2008. يعني القرار الحكم صار بال 2008 طلع عليه. اي طيب القضية مالته شنو؟ والله استاذ خذوه من البيت فروا به محافظة رجاله كلها ما مطلوب رجعوه قالوا 4 إرهاب طلع مطلوب النوب. لا مو هسه لحظه هسه يعني هو محكوم هسه 4 إرهاب 20 سنة لو محكوم على قضية إيه انت قلت لي اكو اهل المجني عليه اعترفوا غير اعتراف فهو هسه محكوم 4 إرهاب لو محكوم قتل؟ محكوم 4 إرهاب قضية خطف. 4 إرهاب خطف. اي والله. نعم نعم نعم. مو قلت لك اعترف على القضية طلعت القضية المعترف عليها يعني شو تقول هو معترف قال رحت الصبح خطفت جو أهل المخطوف قالوا يا بترى زلمتنا الخطف بالليل. طيب إيش قد عمره هو الله يحميه؟ عمره هو مواليد 78 تقريبا عمره فوق ال 35 سنة. 42 سنة. نعم 42 سنة. أي والله استاذ ونطالب احنا بالعفو العام. يعني اكو ناس المصطفى كاظم يشوف الناس المظلومين مو بس هو قاعد اسوي هيك واسوي هيك. هاي الناس اللي هيك الابرياء والتعذيب والشتمه ما يباوع عليها ولا يحكي عليها زين. وهاي الناس هاي يركض عليها ركض جيبوه وحكموه زين. هاي الناس المتظاهرين اللي جاي تنقتل قدامه شو ما وصل على واحد وقال يابا خلينا نشوف هذا من نقتله خلينا نشوف هذا من 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 عذبه من قطعه بالتساتين هيتي. نعم اي والله ونطالب بالعفو العام ترى هواي ناس مظلومين وهواي ناس ابرياء. نعم نعم وصلت الرساله اخي العزيز ولا شكر على واجب. هذا واجبنا تجاه الشعب العراقي واتجاه بلدنا. ام عبد الله من بغداد حياك الله. حيا من قال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام والرحمه والاكرام تفضلي. الى العراق الشريف. استاذ البارحه كانت ذكرى مذبحه سبايكر. نعم. يعني هذا الجرح المفتوح للشعب العراقي. الى الان ما عرفنا من هو مسبب مذبحه سبايكر وفشل القضاء العراقي في حل قضيه سبايكر واللي أدى إلى قتل أكثر من 1700 مواطن عراقي. زين أنت راح تصور أستاذ إذا هذول كانوا موجودين في سبايكر وقاموا بعملية ذبحهم من قبل داعش. نعم. وفي زمن نور المالكي وكل الشغلات اللي تأكد على أنه أقوى التواطؤ
ما بين السياسيين وما بين داعش ضد الشعب العراقي. فاحنا شو راح نتوقع؟ نتوقع انه هذا هذول 1700 او اكثر من 1700 كلها وهي وسيله من وسائل القضاء على الشعب العراقي وبالاكثريه في المحافظات السنيه، وهذول اكثريتهم طلاب كانوا الشيعه والسنه في المعسكر. زين راح يعني يوصل العراق الى حل مشكله المغيبين والمعتقلين؟ يعني الى متى؟ احنا صار لنا 17 سنه دخل الاحتلال الامريكي استاذ الى العراق، اول ما سيطروا على وزاره النفط ما خلوا احد يتقرب من الشعب العراقي، وبعثروا باموال العراقيين كلها وبعثرت وسرقت الدوائر وسرقت الاموال البنوك. وبعدين اجى بريمر حط يعني احنا اموال العراق استاذ كلها بيد سيده عراقيه هي رئيسه الموازنه اللي موجوده في وزاره الماليه اللي عندها في السيطره التامه وصلاحيات مطلقه. لا يستطيع الوزير ولا رئيس وزراء ان يزيحها من مكانها. ليش؟ لانه هاي جايبيها من قبل بريمر. زين اكو قسم من الموظفين ثابتين، يعني معناها اكو من يسندهم امريكيا ودوليا. فاستاذ انت تتوقع انه حصير حل المشكله؟ فاني اتوقع ان شاء الله اكو حل المشكله. ليش؟ ما طلعوا اخواننا الشيعه وبالمناطق الجنوبيه والمناطق الوسطى الاتحاد اللي حيصير بالنسبه للعراقيين ضد الاحتلال، العفو اذا لهذا الوضع. انا اشوف انه اكثريه رؤساء الحشد كلهم انهزموا الى الخارج مع ابنائهم، يعني معناها اكو بارقه امل انه هذا الانحسار الايراني موجود في العراق راح ينتهي امره ان شاء الله، وراح يطلعون المغيبين وراح يطلعون المعتقلين ان شاء الله، وحبتهم ان شاء الله ما تروح. حتى دول اللي راحوا 1700 من سبايكر حبتهم ما تروح ولا تنزع. طيب ضد هذول الخوار العراق. شكرا لك ام عبد الله، واعتذر منك بس الوقت راح يدركني وعندي رسائل واتساب. ام كرار من الدوره حياك الله. يبدو انه انقطع الاتصال ويا ام كرار، اعتذر منك شديد الاعتذار بما يخص برنامج الواتساب. اول رساله: السلام عليكم، انا اريد اخويا ليش محرومه منه صار 13 سنه بسجن الناصريه، اطالب بالعفو العام واطالب جميع السجناء المظلومين، انا راح اظل اطالب باخوي، والله ملينا، ليش ما تحسون يا حكومه يا ظالمين؟ الله لا ينطيك يا مصطفى الكذاب، لو عندك غيره كان طلعت السجناء، بس انت ما عندك غيره طلع السجناء المظلومين او طالب اخويا. ام انس: السلام عليكم، ما مصير أبنائنا في السجون في ظل كورونا؟ متى يطلق العفو العام؟ والله العراق تدمر وأبنائنا مظلومين في السجون. السلام عليكم أستاذ أفل، أنا أم محمد من الأنبار، ابني معتقل وما أدري بي وين ما وين، أطالب الحكومة العراقية ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالإفراج عن المعتقلين والسجناء أبرياء، حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم أستاذ، وياك أم علي من أهالي المحمودية، طبعا تعبنا هالقد ما نطالب بالعفو العام، نطالب الكاظمي خلي يلتفت على هاي الناس الشباب اللي بالسجن كلهم أبرياء. الله أكبر على السياسيين، تعبونا دمرونا، شباب بعمر الورد، شنو ذنب هاي الشباب هسه السياسي يقبلون على ولدهم هذا الشيء؟ يا الله تعبنا دمرنا بلدنا، تدمر كل شيء ما بيهم، لا فائدة ولا طرقاعة، حسبي الله ونعم الوكيل على السياسيين. السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ أفل المحترم وللجميع. أستاذ، الغرب بقيادة إدارة الشر أمريكا المجرمة بعد تأميم شركات النفط الاحتكارية وطردهم من العراق عام 72، بدأت بريطانيا العجوز وأمريكا الشر بتدمير العراق بواسطة الفرس المجوس والصهاينة، أن تقوم إيران وتل أبيب بجمع لقطاء العراق وأجندات عملائها بجمع كل واحد غير غيور على بلد من العراقيين المحسوبين على العراق، دربتهم بأخس وأرذل أنواع التدريب، الفساد، قتل، اعتقال، سجون، تحشيش، بيع أعضاء بشرية، سرقة، لا يوجد مسؤول من هذه الطبقة الحاكمة ويتحمل المسؤولية الشعب ورجال الدين وشيوخ العشائر عليهم أن يجدون مخرجا للعراق. مساء الخير أخي العزيز، أنا أم كيان من بغداد، أناشدكم من خلال قناتكم، أنا زوجي بسجن البصرة وصار من جائحة كورونا لها السلاء عنا خبر، هو عنده تنازل، وأناشد بالعفو العام والإفراج عن السجناء. السلام عليكم، أنا أم محمد معكم من الموصل، أناشد الحكومة بإعادة المحاكم أبنائنا
لأن كلهم مظلومين بسبب المخبر السري والعداوات، تقصد إعادة محاكمة الأبناء. السلام عليكم، تحية لقناة الرافدين، نطالب بالعفو العام وتبييض السجون. والله أبرياء أن تزعت منهم اعترافات مزيفة جراء التعذيب. والله وباء كورونا انتشر داخل السجون العراقية والسجناء أعدادهم كثيرين، واحد قاعد بصف الأخ وهذا يساعد على انتشار الفيروس بسرعة فائقة، وحتى كمامات ما عندهم. الكارثة حقيقية تحدث في السجون العراقية، ونتمنى من قناتكم إيصال صوتنا ومن يستطيع التدخل والتحرك العاجل لإنقاذ أبنائنا في السجون. رسالة أخرى، السلام عليكم، ما مصير أبنائنا في السجون في ظل كورونا؟ متى يطلق العفو العام؟ بس نريد نعرف مصير أبنائنا شنو. رسالة أخرى، السلام عليكم، أنا أم عبد الله، نطالب بالعفو العام من الحكومة، شبابنا مردوهم مرض، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، ابني وزوجي بالسجن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مشاهدينا الكرام، العراق اليوم يعيش في ظل مجموعة من الأزمات. العراق اليوم هو في وسط الإعصار وفي وسط الدوامات، وتتلقفه أيادي السياسيين يعني يمنى ويسرى، ويودوا يمنى ويسرى، ودي يلعبون بي جولة، نتيجة أنه دول اللي موجودين مو عراقيين. دول لو عراقيين كان فكروا بحال الناس، دول لو عراقيين كانوا نطوا حقوق الناس، دول لو عراقيين كان الشعب العراقي هسه مرتاح، خصوصاً لو الشعب العراقي يفكر أنه الميزانية معتمدة على النفط، وأسعار النفط قفزت، وميزانية العراق 85 و90 و100 مليار دولار، والعراق ما شاف منها خير، كلها بيجوا بالسياسيين وراحت لإيران. نلتقيكم على خير إن شاء الله بموعد جديد باكر بنفس الحلقة. صوتكم في أمان الله.